الحمد لله. الصفحة الثانية من الجزء الثالث، الصفحة رقم 43 في المصحف. الآية الأولى اللي عايز أنبه عليها وهي كلمة حاجة. هذا المد يمد بمقدار 6 حركات، فنقول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. كلمة إبراهيم هذه العلامة دي علامة إيه؟ دي ياء مقلوبة، تنطق ياء وترسم هكذا، فنقول إبراهيم هيما وليس إبراهيم، يعني في ياء مادية، وهذه الياء المادية اللي تظهر جليا في كلمة يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت، وكذلك قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. الكلمة الأخيرة كلمة لبثت، لا ندغم فنقول لبت، ولا ننطقها سين فنقول لبست، لأن المعنى سيتغير.